من جديد مساء الخير على كل مشاهدينا وتحيه لكل الناس اللي انضمت بمتابعة 24 جرات. وصلنا لفقرة تريند، الفقرة الرئيسية وقضية اليوم عن تحديات المكفوفين. كثير من المعوقات يا فريد والتحديات اللي بتواجه الأخوان المكفوفين، يعني يمكن يكون أبسطها حقهم في التعليم لغة برايل، اللي ممكن تكون بتواجههم كثير من الصعوبات ناهيك عن الطرق الغير مشيدة. ممكن يكون في أي مؤسسة ما في احتمال لمكان مخصص، ممشى، حتى شكل السلالم، حتى شكل مراكز التسوق. ممكن تكون كثيرة هي التحديات حتى قناة سودانية 24 يعني زي ما قلنا تحت الهواء. صحيح كده، هي ممكن تكون يعني واحدة من الأشياء اللي في قانون موضوع كده في الآونة الأخيرة إنه متعلق بالمباني، حتى المباني المقامة الجديدة كده، إنه كيف تصمم بها الطريقة إنه يكون في حالة الوصول، يعني إمكانية الوصول بالنسبة لشريحة أو بالنسبة لذوي الإعاقة بصورة عامة كده. لكن في تحديات بتواجه ذوي الإعاقة بصورة عامة كده، وتحديات بتواجه أي شريحة مختلفة. نعم. على حسب الإعاقة. إحنا ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ نزار نجيب يعقوب، هو أمين الإعلام لمنظمة رؤية. مساء الخير عليك أستاذنا. مرحبا بك، وعليكم السلام، وتحية لكل مشاهدي قناة سوداني 24. أهلا بك، وفي البداية بنعزيكم في أنور صالح، هو الكفيف اللي توفى جرى سقوطه في المنهول. يمكن تكون دي واحدة من أكبر الكوارث، إنه يعني ما في ما يشير إلى إنه هنا في الطريق ده، أو حتى ما في متابعة، وممكن تتم سرقة المنهولات يعني من غير رقابة. فإحنا بنعزيكم، بنقول لك أحسن الله عزاكم. ممكن يكون دي واحدة من التحديات اللي حتواجه، وحتكون معنا زوجته عبر الهاتف. نعم، والله تعازينا في البت لأسرة صديقنا أنور صالح عليه رحمة الله، وكمان تعازينا لكل المكفوفين في السودان وخارج السودان. فبجد يعني أنور فقد كبير، وكان زول صاحب يعني أخلاق جميلة جدا، وتعامل مع كل المكفوفين ومع كل قطاعات المجتمع السوداني. يعني كيف كانت علاقتك به وكده هو موجود معكم كان في الاتحاد؟ نعم، يعني بنتلاقى بصورة يعني دائمة يعني في الاتحاد، وهزول يعني موجود، هزول متفاعل في كل الحاجات يعني والمناسبات والمشاركات وكده. نعم. فكنا بنتقابل طوالي، وبنقعد عندنا ذكريات يعني يمكن قبل الحادثة بأيام أنا كنت معه يعني. فإن شاء الله ربنا يرحمه ويتقبله ويجعله من أصحاب اليمين إن شاء الله. اللهم آمين. أستاذ نزار، يعني أنا بحييكم في البداية، رغم التحديات والمصاعب والمتاريس اللي بتواجهوها في حياتكم، إلا أنه بنلاقي يعني أنتم من أكثر الشرائح المميزة في المجتمع، ما شاء الله عليكم. يعني رغم التحديات اللي ممكن تكون بتواجهكم في التعليم، إلا أنه أنا ما حصل قابلني يا فريد يعني شخص من شريحة المكفوفين إلا بيكون مثلا أقلها معاه درجة الماجستير. صحيح. فليكم التحية، ورغم التحديات الكبيرة اللي بتواجهكم، وكل فترة إحنا بنحاول نمسك قضايا المكفوفين وشوية شوية نتدرج فيها. نعم. فخلينا نتكلم عن يمكن يكون أبرز المعيقات حاليا بتواجهكم. والله طبعا حاليا من أبرز التحديات حقيقة إمكانية الوصول اللي تكلمت عنها في بداية الحلقة. يعني صراحة المكفوفين عموما وكل أنواع الإعاقات الثانية يعني سواء كان الحركية وغيرها من الإعاقات بيعانوا في إمكانية الوصول. يعني هسي حاليا وأنا داخل عليكم في الاستوديو بالمناسبة كنت عايز أقع في منهول هنا برا يعني جنب الباب بتاعكم فاتح يعني. فإحنا دي الحاجات الحقيقية اللي بنتكلم عنها، يعني في إنه الناس تغطي المنهولات ويعني تقدر على الأقل في إنه يعني الشغل ده شغل بتاع حكومة بالمناسبة، وما بتاع جهة معينة ولا يعني ممكن تقوم به يعني جهة معينة، فبيحتاج تضافر بتاع الجهود. يعني الحكومة المفروض تبدأ الموضوع بعد ذاك. يعني أكيد نحن عندنا شباب وعندنا يعني عندنا 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 جهات كثيرة جدا ممكن تساهم وتشارك في الحاجة دي، لكن فإمكانية الوصول دي من الأشياء المهمة شديد. بعد ذاك يعني يعني التحديات الثانية اللي هي توفير الإمكانيات، وسائل التعليم وغيرها من الأشياء، فدي كلها يعني أشياء بيحتاجها الكفيف عشان يقدر يبدع وينجز في 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 مسيرته، يعني في مسيرة حياته. نحن حنتكلم أكثر عن التحصيل الأكاديمي بالنسبة للمكفوفين. نحن معنا عبر الهاتف الأستاذ السحر، هي زوجة المتوفى أنور صالح. أستاذ السحر مساء الخير عليك، ويعني نسأل الله في بداية كلامنا معك إنه ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله يا رب. أحصل الله عزاكم إن شاء الله. يلو أستاذ السحر.
استاذ ساحر مساء الخير وحصل الله عزاكم. نترحم كذا نترحم على المتوفى انور صالح كذا ربنا يرحمه ويغفر له ويتقبله ان شاء الله ولكم حسن العزاء كذا مساء الخير عليك. الله يخليك يعني يا ريت تورينا حصل شنو بالضبط كذا وتكون دي رساله موجهه لكل الناس اللي بيكون قادره انها تكون جزء من الحل او جزء من يعني ازاله العقبات بالنسبه لشريحه المكفوفين فيا ريت تورينا حصل شنو بالضبط. يا هو مرق في البحر طلع من البيت. يا ريت يا استاذ سحر لو تسمعينا من تلفونك وتبعدي بقدر الامكان عن التلفزيون ممكن لو سمحتي بس تسمعينا بالتلفون عشان نقدر نسمعك بوضوح. الو استاذ سحر لو سامعانا لو سمحتي ابعدي شويه من التلفزيون واسمعيني بس بتلفونك. لا لا ما عندي. طب احنا سامعين صدى صوت طيب. ما واضح. طيب انت سامعانا كويس هسي؟ نعم سامعانا كويس؟ اي سامعاك. طيب يا ريت تورينا التفاصيل يعني حصل شنو كيف يعني توفي انور صالح كذا هل هو كان بيمشي في شارع معتاد انه دائما يمشي فيه وكذا المنهول ده كان اصلا يعني كان مكفول بالصادف انه اليوم ده كان المنهول كان يعني الحصل شنو بالضبط؟ والله اخوي انا ما عارفه. يلا انا بس المهم دقيت تلفونات وكذا ما بيرفع عليه. نعم. وهو لما مشى مني بحاله يعني كذا سريعه. يلا بشغلت المفاجاه كذا ومرق مني فرد ثاني مرقه ثاني انا بس ما شفت حاجه. الحادث كان وين؟ انا ما دقيت قاموا قالوا لي يا اخي ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله نسال الله احنا اسفين جدا يعني قلبنا عليك المواجع احنا بنعتذر بالجد يا استاذ سحر. الو معلش احنا اسفين قلبنا عليك المواجع لكن بس يا ريت لو بتقدري تحدد لي المنطقه اللي حصلت فيها الحادث بالضبط اذا متذكره. محليه الشارع ذاته يا سحر هو كان متعود يمشي في الشارع ده طوالي. ايوه سبحان الله قضاء لكن ما قاعد يسوي حته بعيده يعني. قام قال له يا ابوي انا الليله ماشي معاك. قال له لا يا ولدي انت بقيت راجل البيت انت بقيت عين لاخوانك عين لامك وما خلاه ان شاء الله. ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله كذا احنا بنعزيك كذا وربنا يصبرك ويقويك ان شاء الله ويجبر كسركم. شكرا لك كثير استاذ سحر. صلى الله عليه وسلم. عندي منه ثلاث اطفال ما عرفت انا اسوي ثاني معي شنو. ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله كذا. صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله احسن الله عزاكم ربنا يصبركم ان شاء الله. يعني شكرا. احنا بنتمنى من اصحاب الايادي البيضاء لو في زول بيسمع سحر وحاب يقف معاها عندها ثلاثة اطفال يعني تيتموا وهي ما احنا ما عارفين ظروفها شنو فريد يعني قد تكون بلا عمل قد تكون وعارف الحياة بقت صعبة يعني طيب فكرة تشوف ثلاثة يعني اطفال ايتام معانا يعني النزار كذا احنا نحاول انه يكون في شكل بتاع يعني هي بتقول انه في ثلاثة اطفال كذا دي رسالة واضحة جدا لانه يعني هي فقدت يمكن تكون ده كان مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لهم كذا هو كان البعول الاوسر. نعم. ربنا يرحمه ويغفر له كذا يعني يا ريت يعني انت بتكون علاقتك به يعني عارف تفاصيل اكثر كده عن انه كيف كانت طبيعه الحياه كده خلي اي زول يعني متابع الحلقه دي كده قادر انه يساعد كده يسمع كلامنا استاذ نزار. نعم انور كان طبعا شغال عنده كشك فكان شغال هو طبعا قبل لثلاثه اطفال زي ما قالت زوجته قبل شويه ف يعني كان دائما زول مكافح زيه وزي يعني باقي الاباء السودانيين. نعم. بيكافح لأجل أبنائه بيجتهد من الصباح فيعني أنور يمكن يكون في معلومات زوجته ما قالتها يعني أنور طلعته دي كان ماشي عشان يوفر الفطور لأولاده ماشي يجيب الفطور ويعني وعنده مشوار صغير كان عايز يعني يقضاه. الحادثة دي حصلت في أمبدة فكانت في محلية أمبدة بالتحديد يعني فحقيقة احنا زادنا يعني الكلمات والله ما بتسعفنا في انه
ما عارفين نقول شنو. ربنا يرحمه. أنا نفسي كان أسألها ولوين، هي متأثرة جدا يعني، دايما العصا البيضاء هي عين المكفوف، وانت حضرتك وانت داخل الاستوديو جيت داخل بيها، فكان يعني هل هو كان بيستخدم العصا البيضاء ولا في كثير من المكفوفين اللي بيكون فعلا حافظ الشارع فبتلقوه ماشي في الشارع من غير اللي هي يعني إذا افترضنا إنها ممكن تكون بتشكل له نسبة بتاعت أمان إلى حد ما يعني يا أستاذ نزار، فرسل رسالة إلى ضرورة إنه الدولة توفر لكل مكفوف عصا بيضاء عشان يستخدمها كعين في الشارع. طبعا العصا البيضاء دي هي رمز للكفيف وبتمثل مصدر بتاع حماية لكل كفيف، فالعصا البيضاء ذاتها حاليا بقت ما متوفرة في السودان صراحة يعني، لأنه يعني أول حاجة عليها جمارك وسعرها غالي جدا يعني، يمكن الآن حاليا العصا البيضاء ب 4000 جنيه سوداني أو 4.5، فده رقم كبير جدا لكل المؤسسات اللي بتعمل في مجال المكفوفين، وإنتوا عارفين إنه كل المؤسسات حالة من حال البلد يعني، فظروف الاقتصادية بتشكل عائق أمام المؤسسات دي عشان توفر العصا البيضاء، والعصا البيضاء طبعا بتجي من برا السودان يعني ما موجودة هنا يعني، إحنا بنحتاج إنه حتى لعملة أجنبية عشان نقدر نوفر بها العصايا البيضاء. فالعصا البيضاء بتمثل حماية بنسبة 70-80% بالمناسبة للكفيف، يعني في حكاية بتاع 30% ما موجودة، فالثلاثين في المية دي بتكتمل 200 بتكتمل لما يكون في شوارع نظيفة في بيئة مناسبة وكده، فأنور وقع في الحتة بتاعت 30% دي، فأكيد أنور كان معه عصايا لكن وقع في 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 في, في المساحة بتاعت 30%. يعني أنا يعني حاولت أسأله إنه هل هو يعني الشارع ذاته كان من الشوارع اللي هو معتاد يمشي فيها كل يوم، في حاجة تغيرت في الشارع إنه مثلاً لما هو ده قاعد يكون مقفول دائما لكن صادف إنه اليوم ده كان مفتوح؟ لا 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 ما هو طبعا يعني الغالب انه يكون هو معتاد على الشارع، لكن انت ككفيف ما بتقدر تحدد عدد الخطوات او شكل الخطوات اللي انت ممكن بتخطوها يوميا قدر شنو كده، فيمكن يكون هو حافظ المكان لكن يمكن يكون حصلت حاجه معينه خلته انه يعني ما يتذكر انه المنطقه دي فيها منهول او كده يعني. أنا أتمنى الدولة تكون في رقابة وتشديد وتفتيش بصورة دورية، لأنه قبل فترة كان في حادث في سرقة منهولات، في سرقة منهولات كبر الحلفاء يعني الشاب اللي فقد حياته كان مبصر، لكن يعني بتتباع للأسف خرد، بيسرقوها وبتتباع خرد، فأنا أتمنى أنه يكون في قانون صارم لمراقبة ومعاقبة كل الناس اللي بيسرقوا المنهولات عشان ما نفقد كل يوم. إحنا هسي عندنا معالجة إن شاء الله يعني حابيننا أن المرة دي يعني تزبط يعني. جميل تكلم عنا. وإنه دايرين نعمل أول حاجة المنهولات ما تتقفل بالصاج، لأنه الصاج ذاته بيجيب قروش يعني. فإحنا عندنا مبادرة في منظمة رؤية تكفيل منهولات، على الأقل نبدأ بالخرطوم. وعايزين نبدأ بالحتة اللي حصل فيها الحادث بتاع أنور. محلية مبدة، فالمبادرة سميناها قفل أكفل أقرب منهول جنبك. فالمبادرة دي المنهولات عايزينها تتقفل بالسيخ والأسمنت. يعني نعمل صبة أو خرسانة. نعم صبة خرسانية على المنهولات. فحابين من كل المغالق من كل يعني يشاركونا ناس المغالق وبتاعين المحلات، يعني المحلات اللي بتبيع الاسمنت ولا والسيخ والخرسانه، في انه يشاركونا ويساهموا معانا ويقفوا معانا، وشوال واحد ما بيفرق ولا شنو يا استاذ. صحيح حتى المهندسين المدنيين يعني في تخصص الطرق والجسور، انا اتمنى انه يكون التعاون على اساس انه لو بقت في صيانه دوريه ما نضطر لكسر او تكون بطريقه شويه ممكن يكون فيها نوع من العلميه. طب المبادره دي انتوا اطلقتوها كمنظمه رؤيه، الى الان يعني على ارض الواقع الخطوات اللي وصلتوا ليها او في جهات رسميه بدات تتعاون معاكم او اصحاب مثلا ايادي بيضاء، ولا هي بس مجرد مبادره حديثة أطلقت من بعد وفاة؟ نحن طبعا يعني قبل كده كانت المبادرة دي قبل كده كان اشتغلت في محلية بحري، يعني تم تكفيل المنهولات لكن ما بالشكل الحالي يعني، أو الفكرة الحالية بتاعت الصب يعني، كانت يعني التكفيل بالصاج عادي وكده. فالمرة دي حابيننا إنها تتغير وتكون عن طريق الخرسانة والأسمنت،
فعلى الأقل عشان أصحاب النفوس الضعيفة ما يفكروا في إنه تاني يفتحوا المانهول. المبادرة حتبدأ الأسبوع الجاي إن شاء الله بشكل فعلي. أنت برضو عانيت من نفس المشكلة دي يعني؟ نعم صحيح، عانيت منها يعني من خلال حياتك كده، عانيت من مشكلة تحت المانهولات دي. نعم، أنا قبل شهر ماشي أشتري تلفون من السوق العربي، وقعت في مانهول قريب من عمارة التلفونات، عمارة السلام الحمد لله على السلامة. يعني بعجوبة كده يعني كان حيحصل لي كسر في الرجل، يعني يمكن لفترة بتاعة أسبوع أو أسبوعين أنا ما كنت قادر إنه أتحرك يعني بشكل طبيعي. الكلام ده في السوق العربي يعني، في يعني نعم. كمان حتة السوق العربي دي حتة مكتظة جدا كده، يمكن يكون يعني كونه يكون في مانهول فاتح في الحتة دي ذاتها سبب من أسباب مسببة للأمراض يعني كده. تكاد تكون 90% مضاد كثيرة جدا من مانهولات الخرطوم، يمكن يكون نسبة تتجاوزت 90% هم يعني الآن مفتوحة يعني. طيب، واحدة من التحديات الشائكة واللي في كل مرة يمكن يا فريد يعني نجيب سيرة المكفوفين احنا بنتكلم عنها، هي تحديات التعليم، مشاكل لغة برايل. حاليا يمكن في جائحة كورونا كل العالم بيعاني، واحنا في السودان الى الان تجميد العام الدراسي، فالوضع كيف عندكم يعني في معاهد النور وغيره من المعاهد المختصة بتعليم المكفوفين؟ والله اول حاجة يعني يمكن معهد النور هو المؤسسة التعليمية الوحيدة الان لتعليم المكفوفين في السودان. نعم. غيره ما في. بنأمل انه لقدام يكون في مؤسسة تانية تقبل المكفوفين، لانه يمكن يكون اللي بيجوا المعهد سنويا اللي بيقدموا 150 بيقبلوا منهم 15، الباقي بيرجع وين؟ بيستنى سؤال يعني سؤال لل 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 للوزارة وللجهات المنوط بها تعليم الفرد السوداني يعني. نعم. فنحن ان شاء الله بنامل انه يكون في مدرسه. المعاناه الحقيقيه حاليا في توفير اول حاجه الخبز، يعني انا الليله كنت موجود في المعهد الطلبه ما لاقينا الفطور. في تامنه طبعا، ناس تامنه نزلوا صحيح. نعم، شهاده سودانيه برضو. فيمكن الطلبه بيعانوا من حته الحصول على الخبز. بعد ذلك عندهم تراحيل بتاعت طلاب. يعني ما لاقي اجاز عشان ترحل الطلبه، وفي داخليه برضه ممكن تكون في معاناه اكبر، انه في بعض الطلاب الاهلهم في ولايات بعيده، ففي داخليه موجوده داخل المعهد. نعم، ممكن تكون يعني الداخليه ذاتها غير قادره يعني لاستيعاب كل الطلاب، يعني بتستوعب كميه قليله جدا جدا يعني. يعني هي الخرطوم ممكن تكون يعني هي الوجهه لكثير من شريحه المكفوفين في الولايات، من الخرطوم يتلقوا التعليم في الخرطوم كده. قد تكون هي برغم المشاكل والمعيقات لكن تظل الفرص اكبر في الخرطوم. احنا نتوقف عند النقطه دي استاذ نزار، خلينا نطلع فاصل قصير كده ونرجع نواصل الحوار ثاني. فاصل قصير. مرحبا من جديد مشاهدينا، تحية للناس اللي انضمت لمتابعتنا في كل مكان. وفي ترند اليوم نتحدث عن تحديات المكفوفين، وبنترحم مرة تانية على الراحل أنور صالح والكفيف اللي فقد روحه جراء سقوطه في منهول في منطقة أم بدة بالتحديد. مرحبا بك من جديد أستاذ نزار نجيب يعقوب، أمين الإعلام من منظمة رؤية. يمكن إحنا في بداية حديثنا أستاذ نزار بدينا نتكلم عن تحديات كثيرة وقضايا بتواجه شريحة المكفوفين، لكن ممكن تكون في قضايا عاجلة يعني تحتاج للوقوف، نحن نحاول بقدر الإمكان نسرع الجهات المختصة في إنها تحلها لنا. فشنو أبرز القضايا العاجلة المحتاجة إلى حل جذري؟ نعم، تحية مرة ثانية لكل المستمعين والمشاهدين. القضايا كثيرة وشائكة ومحتاجة عمل عاجل يعني. نعم. أولا قضية التعليم لكل المراحل، يعني الأساس الثانوي والمرحلة الجامعية، توفير المتطلبات لكل المراحل. يعني الأساس عايز شنو؟ عايز مساطر، عايز أقلام، عايز يعني مكانات بتاعت برايل حديثة. الثانوي برضو محتاج يعني توفير للآلات، زواكر، ريكوردات. الطلبة الجامعيين محتاجين لشنو؟ تسجيل الشيتات وتصويرها، تحويلها لبرايل. يعني دي احتياجات عائلة في المجال التعليمي محتاجة شغل عاجل يعني. نواحي الاجتماعية محتاج يعني توفير يعني معينات، مشاريع للمكفوفين،
يعني تسهيل له تسهيل وتيسير بعض الأشياء يعني للمشاركة في كل الفعاليات في المجتمع، بحكم إنه المكفوفين بالمناسبة ناس يعني مبدعين في كل المجالات، ما عشان أنا واحد منهم لكن عشان يعني في كل المجالات الموسيقية والشعرية وكل يعني حتى الفنية بمختلف مسمياتها يعني. بالذات التحصيل الأكاديمي يعني شريحة المكفوفين التحصيل الأكاديمي بتاعه مرتفع جدا زي ما قالت هايلين في بداية الحوار ده. نحن معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم علي ساعد. أستاذ إبراهيم مساء الخير عليك. مساء الخير. عليكم السلام. كيف الأحوال؟ تمام؟ الله يكرمك يا فريد. الحمد لله. بداية يعني أستاذ إبراهيم أنت كناشط في مجال العمل الطوعي، خليني نتكلم شوية، وأستاذ نزار يتكلم عن إنه في مبادرة يعني أكفي الأقرب منهول جنبك نسبة للمشاكل اللي بواجهوها شريحة المكفوفين مع المنهولات اللي بقت مفتوحة في كل شوارع وأزقة الخرطوم كذا، خليني نتكلم عن العمل الطوعي المطلوبات. الصوت ما واضح. نتكلم عن العمل الطوعي فيما يتعلق بذوي الإعاقة، يعني تحديدا انت كناشط في مجال العمل الطوعي. نعم. بالبداية بالتعازي الحارة بطرف أنور صالح عليه رحمة الله ولزملاء مخدمين وتعازينا برضو للنزار والمبادرات والمبادرات في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة والمسلمين بصورة خاصة. يمكن اجتهادتنا يعني في المنظمات والمبادرات الناس تكون مجروحة، لكن رغم ذلك نقول يعني إن هم بذلوا واجتهدوا ولم يستقوا شيئا في سبيل نصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. لكن بتبقى انه القدرات بتاعاتهم او امكانياتهم او صلاحياتهم محدوده. التغيير او الاشتراطات المطلوبه في قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه معظمها قضايا دوله. نعم. ويمكن الحادثه الموجعه يعني احنا نقول الشهيد لانه يعني بجد الحادثه موجعه جدا. صحيح. الدولة بتعمل فيها جزء كبير جدا والمنظمات والمبادرات من سنوات طويله بطالب قوه البناء في واقات الشوارع او في المنظمات العامه، لكن الحاجه ما تعتمد على أنا دار أحكي لك يا فريد الليلة موقف يعني سبحان الله مر بين هار اليوم في السوق العربي، يعني عشان تعرف السوق قدر شنو الشريحة دي ما داريم نقول مهمشة لكن ما بيزول مهتم بها. في أحد الحمامات العامة جاء شخص من ذوي الإعاقة الحركية واقف قدامي، فسأل الزول الكاشير قال لي عندكم حمام بمقعد؟ قال لي والله للأسف ما عندنا. فالزول قال والله يا أخي نحن لينا الله في البلد دي. انت كنت قاعد حاضر الـ 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 يعني حاضر نعم انا حاضر الموقف تماما يعني فبجد يعني نتمنى ماذا كل مره الاعلام والناس تتكلم وتوعي وتزرف الدموع وبعد فتره تنسى القضيه. يعني انا اتمنى ومن المنبر ده ومن السودانيه يعني المعروفه بنصرتها لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه وباستفهات الفاتحه لكل المنظمات والمبادرات والمقاومات واصحاب المصلحه الحقيقيه انه يا اخوان يعني وفاه الشاب الوردي تكون يعني ختام لمعاناه الناس ديل وانه الدوله والمؤسسات والشركات تلتفت للمساله دي، يعني المنهولات الشوارع السلالم الحركه وسائل الحركه الحاجات دي كلها الناس تهتم بها يعني ان شاء الله. صحيح. شكرا لك. يعني انا عارفه انه ممكن تكون هي مسؤوليه متكامله والمسؤوليه الكبرى تقع على
على عاتق الدولة، لكن بدوركم أنتم كمنظمات ممكن نتعاون مع بعض نرفع كل الاحتياجات على أساس أننا نقدمها بصورة رسمية للجهات المختصة. شكرا جزيلا لك مسلط الضوء نحن نعم أكيد الجانب الإعلامي كذا في الموضوع. يمكن يكون علي ساعد شكرا لك. الموقف اللي هو حكاه بيحصل كل يوم، هو يعني بيحصل كل موقف يومي بيحصل كل يوم. أيوه يمكن إحنا بدينا بدايات يعني البنوك الصرافات الآلية حتى يعني. مواقف السيارات الخاصة يعني في الخارج بتلاقي إنه في موقف خاص بيعاقب عليه والقانون إذا شخص من غير ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة وقف فيه فبتتعاقب. لكن هنا أنا أتمنى من الدولة إنها توفر، طبعا الموضوع كبير جدا يحتاج إلى بنية تحتية أو بنيات تحتية، يحتاج إلى دراسة. في مؤسسات أصلا اتبنت يعني فهيقول لك فكرة نكسر ومن أول وجديد تاني نرجع نعمل الحاجات دي ممكن تكون مستحيلة. أحيانا بيكون في معالجات كده، يمكن تقدر تفتينا أكثر أستاذ نزار في الموضوع ده. يعني في بعض يعني ممكن تتم معالجة المباني، يعني بالذات المباني اللي بيتردد عليها كثير من شرائح ذوي الإعاقة، يعني ممكن تكون في معالجات يعني من شكل المباني. نعم يعني مثلا الجامعات المباني طبعا دائما بيكون فيها حركة كثيرة للمعاقين، المدارس الجامعات المستشفيات وغيرها. يعني الحاجة دي بالمناسبة إذا الناس يعني زي ما بقولوا خطت القوة كده والرحمن في قلبها الشغل بيكون سهل يعني. ونحن معروفين يعني بأنه إذا يعني الشاب السوداني قادر إنه يعمل وقادر يغير وقادر يعني قادر إنجز كثير من الأشياء. فزي ما قلت إنه المباني دي يعني لازم تتهيأ ولازم تكون يعني ملائمة لكل أنواع الإعاقة. يعني أنا ما بتكلم بس يعني عشان إنه أنا كفيف ومحتاج لأنه تتوفر لي، لا بالعكس يعني كل الإعاقات يعني الحركية بالذات بيعانوا. يعني إحنا لما كنا في الفترة بتاعت فترة دراستنا في جامعة النيلين يعني كنا بنشوف معاناة المعاقين حركيا في إنه كيف يدخلوا كلية الآداب. يعني أنا درست في الآداب آداب النيلين، فكان في ثلاثة سلالم في المدرج برا في الباب، فدي بتكون صعبة جدا. دي معاناة يومية يعني دي معاناة يومية بالنسبة للمعاق الحركي. يعني الحاجة دي مؤخرا بعد ذاك اتعالجت في كلية الآداب وبقى الممر سهل جدا، يعني عملوا لهم ممشى بالجنب كده، فالحاجة بعد ذاك بقت يعني سهلة جدا وسهل الوصول بالنسبة لحرم الجامعة. يعني فالحاجات دي محتاجة، بس محتاجة عين فاحصة ومحتاجة يعني تضافر من كل وسائل الإعلام ومناشدات منكم كمان ومناشدات يعني في الاتحاد وفي يعني المجلس القومي للإعاقة وغيره من المؤسسات اللي مهتمية ب يعني قضايا ذوي الإعاقة في السودان كده. أنا بتمنى إنه يكون دائما تكون في مناشدات وكل ما يكون في شكاوى من مباني معينة بيترددوا على دائما ذوي الإعاقة كتير إنكم يتم تعديل المباني دي كده، ونحن حنظل نطرق على كل قضايا ذوي الإعاقة هنا في السودان 24 إلا أن ينصلح الحال إن صلح يعني. نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ نزار نجيب يعقوب أمين الإعلام من منظمة رؤية، ومرة تانية تعازينا الحرة لوفاة زميلك وصديقك أنور صالح. شكرا. شكرا لكم كثير، وإن شاء الله دائما معانا في قضايانا الشائكة دي ونقدر من خلالكم نوصل صوتنا لكل المستمعين ولكل المشاهدين ولكل المسؤولين كمان في الدولة. وبنتمنى بجد تكون حادثة أنور صالح آخر حادثة وقوع كفيف داخل مانهول، وبنقول أقفل أقرب مانهول جنبك عشان تدي حياة لكفيف وتدي حياة لشخص ممكن يكون ماشي في الطريق ده عشان يقدر يصل ويقضي حاجاته بأمان. يعني فبنتمنى من كل الناس يعني في إنها تشاركنا من خلال المبادرة وفي منظمة رؤية، وكل الشباب يقفوا معانا بحكم انه احنا منظمة شبابية بنعتمد على الشباب. بنتمنى انه الشباب ما صعبة يعني المبادرة دي ما صعبة يعني. انا اتمنى يعني نطلب هاشتاج يعني يا فريد في وسائل التواصل الاجتماعي في الاقرب منهول جنبك وبطريقة شنو يعني ما الناس ما تمشي تشتري المنهول بتاع الحديد اللي ممكن يتسرق ثاني وثاني يمشي يتباع، الناس تعمل بتاع الخرسانة كده هو خرصانة. ما بيستفيدوا منه حاجة وحيكون موجود في مكانه يعني بيكون ظريف كده يعني وحاجة دائمة يعني وآمن أكثر كمان. أنا أتخيل ليه كده بتاع الخرسانة كده. شكرا لك كثير أستاذ نزار، إن شاء الله شرفتنا كثير الليلة كده. جزاكم الله خير.